الرئيس السيسي يؤكد في محادثات هاتفية مع ماكرون موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا. السعودية تؤكد في رسالة لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات عاجلة لردع هجمات الحوثيين. المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يؤكد استعداده لتقديم كل ما يؤدي للخروج من أزمة الحالية. الواحدة صباحا 11 بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الدعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد الرئيس كذلك دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. من جانبه أكد ماكرون ضرورة تسوية الأزمة الليبية للخروج من الوضع الراهن الذي يمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، معربا عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي على هامش القمة القادمة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تستضيفها فرنسا العام الحالي. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية بشقيها للركاب والبضائع وإنشاء خطوط جديدة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعددا من الوزراء، شدد الرئيس على الاهتمام بعمليات صيانة شبكة السكك الحديدية، كما وجه بالبدء الفوري في تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر، فضلا عن البدء في إجراءات تنفيذ خط القطارين السريع العالمين السخنة ودراسة امتداده لمدينة السويس. كذلك وجه الرئيس بتجديد وتطوير مهامات وقطارات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق. تعهدت السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية استهداف مطار أبها الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لردع مثل هذه الهجمات. وأشارت السعودية في الرسالة إلى أن الحوثيين اعترفوا بمسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها، وأوضحت أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم في الهجوم، وأضافت أن النظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود. أكد وزير الدولة للشؤون السعودية الخارجية عادل الجبير أن بلاده تتفق مع الولايات المتحدة أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وقال الجبير لشبكة CNN أن المملكة لا ترى أي سبب يدعو للاختلاف مع رؤية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مشيرا إلى أن الجميع في المنطقة يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران التي تحرص على زيادة حدة التوتر. وأكد الجبير أن المملكة ستعمل على حماية أراضيها بشتى السبل. أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان حرصه على مد جسور الثقة مع جميع القوى السياسية بالبلاد. وأكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الفريق شمس الدين كباشي استعداد المجلس لتقديم كل ما يؤدي إلى إخراج السودان من أزمته الحالية، فيما انتقد تصعيد المعارضة للأوضاع بشكل لا يتوازى مع التقدم في المفاوضات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري. وأعرب ترامب في تغريدة على تويتر عن أمله في أن تترشح ساندرز لمنصب حاكم ولاية أركنساس والتي تعد مسقط رأسها، ولم يعط ترامب أي إشارة إلى اسم الشخص الذي سيخلف ساندرز في هذا المنصب الاستراتيجي بالبيت الأبيض. انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.